مش كل واحد يصل الى درجة الكمال فيه، انما المطلوب مننا الكمال الممكن اللي نقدر عليه، الكمال الممكن اللي احنا نقدر عليه في حدود امكانياتنا حسب ضمير صالح ومستقيم. يعني اجيب لكم آية واضحة توضح هذا الأمر في رمية 12-18، بولس الرسول بيقول إن كان ممكنا، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يعني مثلا زوجة وحماتها مفروض انهم يعيشوا في سلام، لكن مش قادر، في كل يوم والتاني عكننة، وفي كل يوم والتاني مشكلة، فتعمل ايه؟ تعتمد على قول الرسول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. تجد ان المسالمة ان كل واحد من الاثنين يعيش في حتة تانية، يعني ما يعيشوش في بيت واحد، ان كان ممكنا. دي نقطة لطيفة جدا تعلمنا ان ربنا لا يطلب منا ما هو فوق طاقتنا. الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، ولا يطلب منكم في وصاياه فوق ما تستطيعون، حسب طاقتكم الكمال الممكن. ولذلك فإن السيد المسيح له المجد كان يلوم الكتبة والفريسيين لأنهم كما قال يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصابعهم. قال لهم لا، ما تحملوش الناس فيما تصدرونه من وصايا أو من تعليم أحمال عسرة الحمل، ما يستطيعوش يحركوها بأصابعهم، لا أنتم ولا هم، لأنكم بالأحمال الثقيلة والوصايا غير الممكنة التنفيذ بتغلقون أبواب الملكوت أمام الناس، لا أنتم تدخلون ولا تجعلون الداخلين يدخلون. هذا الأمر نقوله لكل أب اعتراف، ونقوله لكل مرشد روحي، ونقوله لكل خادم، ونقوله لكل أب أو أم في البيت. لا تحملوا الناس أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، أعطوهم الممكن، أعطوهم الإيه؟ الممكن اللي يقدروا عليه. وهكذا نجد ان السيد المسيح يقول في بعض الاوقات عندي كلام لاقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الان. دلوقتي مش ممكن، هتحتملوه بعدين. هتحتملوه بعدين. ولذلك نجد تطبيقا لهذه القاعدة، السيد المسيح في مثل الوزنات ادى واحد وزن واحدة وواحد وزنتين وواحد خمسة، لان يوجد اختلاف في المستويات. اللي اخذ خمس وزنات تاجر وربح خمسة وقال له
ادخل الى فرح سيدك. واللي تاجر في الوزنتين ربح وزنتين وقال له برضو نفس البركة، ادخل الى فرح سيدك. ولو ان صاحب الوزن الواحدة لو تاجر بها وربح واحدة كان هياخد نفس البركة ويدخل الى فرح سيده، لكنه دفنها في التراب. اذا ربنا بيحاسب كل واحد حسب الطاقات اللي عنده. ده عنده طاقة 5 وزنات، وده عنده طاقة وزنتين، وده عنده طاقة وزنة واحدة. مش حساب واحد للكل، لكن في بركة واحدة للكل اذا جابوا نتيجة حسب امكانياته. وهكذا ايضا نجد ان سيد المسيح في مثل الزارع قال ان الزرع الجيد جاب البعض جاب 30 والبعض جاب 60 والبعض جاب 100. ما تفتكروش ان اللي جاب 30 او اللي جاب 60 لم يصل الى الكمال زي 100، لا، كل واحد فيهم وصل الى الكمال الممكن، الكمال الممكن حسب طبيعة الارض، حسب طبيعة السماد، حسب طبيعة البذرة، جاب الثمر بتاعه اللي بامكانه ان يقدمه. لذلك حسب زرعا جيدا، حسب زرعا جيدا. ربنا في محاسبته للناس بيضع امامه بلا شك اختلاف المستويات، كل واحد له مستوى معين بيجاهد حسب هذا المستوى. ولذلك نجد عبارة لطيفة قالها ماري إسحاق، قال لمعرفة الله باختلاف النفسيات بتاعت الناس، لذلك أورد طرقا عديدة للخلاص. يعني ما حطش طريق واحد للخلاص جايز الناس ما يقدروش عليه. ماري إسحاق كان رجل يمثل حياة الوحدة الصارمة جدا في الرهبنة، لكن لم يطالب الكل بأن يكونوا في مستوى الوحدة الشديدة اللي بينادي بيها ماري إسحاق. في إنسان يقدر ينتج في الرهبنة في حياة الوحدة، يحبس في قليته. في واحد يقدر يسكن في مغارة ويعيش في مغارة. في واحد ما يقدرش على دية ولا دية. الممكن ليه أن يكون راهبا صالحا وسط مجمع الرهبان، يعيش وسط الرهبان كراهب صالح فيه الفضائل الرهبانية. في واحد ما يقدرش على الرهبانة خالص ويتجوز خلاص، الكمال الممكن بالنسبة له هو الكمال في الحياة الزوجية، زواج صالح يربي بنين صالحين. في واحد يتجوز ويترمل وما يقدرش يعيش في الترمل فيتزوج للمرة الثانية، مفيش مانع، ربنا عنده ان يدخل في زيجة ثانية تكون زيجة مباركة. يبقى ربنا بيبص لمستويات الناس لنفسيات الناس، كل واحد في اللي يقدر عليه في الكمال الممكن وليس في الكمال الذي يستطيعه غيره، لأن إمكانيات غيره غير إمكانياته هو.
يختلفون في أشياء كثيرة ويتنوعون. المستوى الروحي يختلف، الشخص المبتدئ غير الشخص الناضج غير الشخص الموهوب روحيا، كله مختلف. يختلفون في السن أيضا، ما يستطيعه الشاب غير ما يستطيعه العجوز أو الشيخ، غير ما يستطيعه الطفل، يختلفون في هذا أيضا. المبتدئ غير الناضج، ما يستطيعه المريض غير ما يستطيعه القوي في صحته. ما يستطيعه الإنسان العادي غير الإنسان الذي أخذ نعمة معينة تعطيه إمكانية أكثر. ده غير ده. ولهذا نجد أن مستوى الوصايا في العهد القديم غير مستوى الوصايا في العهد الجديد. ليس لأن الله عنده تغيير أبدا، الله يريد الكمال من الكل، لكن مستوى شعب عايش في جو وثني، الوثنية منتشرة، تعدد الآلهة منتشر، الجو صعب، جو لما موسى تأخر شوية على الجبل الشعب جمعوا الذهب اللي عندهم وعملوا عجل ذهبي وعبدوه. الجو ده غير جو العهد الجديد، غير جو النعمة التي في العهد الجديد. عمل الروح القدس الذي في العهد الجديد بيختلف، لذلك الوصايا اختلفت. الكمال الممكن في العهد القديم كان يختلف تماما عن الكمال الممكن في العهد الجديد. حتى في الزواج، في العهد القديم كان فيه تعدد زوجات، وما كانش تعدد الزوجات يتناقض مع الحياة الروحية. لا، داود كان متجوز 8، أو بالتدريج اتجوز 8، ومع ذلك لما أخطأ سليمان قيل إن سليمان لم يكن قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. إذن داود كان قلبه كامل أمام الله على الرغم من تعدد الزوجات. الجو غير الجو، الإمكانيات الروحية غير الإمكانيات الروحية. المسألة دي انتهت في العهد الجديد لأن أعطيت إمكانيات في العهد الجديد غير إمكانيات العهد القديم. نيجي نمسك بعض فضائل ونشوف ايه الكمال المطلق وايه الكمال الممكن. خذوا مثلا فضيلة العطاء، ايه الكمال المطلق الكمال المطلق لله وحده، ايه الكمال عموما للانسان في فضيلة العطاء؟ يقول لك ان اردت ان تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعطه للفقراء وتعالى بعد. قدر ينفذها واحد زي القديس الانبا انطونس الكبير، دخل في درجة الكمال بالنسبة للعطاء، لكن مش كل واحد يقدر يعمل زي انبا انطونس.
ما يجيش واحد يقول انا ضايع ضايع وهالك هالك لان مش قادر انفذ الوصية بتاعة اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء. يقول له لا، ربنا يطالبك بالكمال الممكن. ايه الكمال الممكن؟ اعطي ما تستطيع، اعطي من اعوازك، زي المرأة اللي ادت الفلسين وربنا امتدحها. طب ما استطعتش اعطي من اعوازي، مش قادر، ده بالنسبة لي مش ممكن. ان ما قدرتش من سألك فاعطيه، ان ما قدرتش نفذ وصية موجودة في العهد القديم. الوصية دي كنت بقولها لأعضاء لجنة البر عندنا بتوع كل يوم خميس، لا تم في سفر الأمثال إصحاح 3 آية 27 و28، لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يكون في طاقة يدك أن تفعله يعني حاجة ممكنة. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب اليوم وتعالى غدا فأعطيه وموجود عندك. إذا دي حاجة ممكنة، موجود عندك ما تقولوش على بكرة، موجود عندك في طاقة يدك أن تفعله ما تمنعش. يبقى ده داخل في الكمال الممكن. ان ما قدرتش على دول ولا دول ولا دول، على الاقل تدفع العشور، تدفع البكور، تدفع النذور، كل ده بامكانك ان تفعله. على الاقل تصلي من اجل المحتاجين ان ربنا يبعت لهم. او ان ما قدرتش خالص، خد الفقير ده يوديه هيئة من الهيئات اللي بتعطي. يبقى انت اعطيته ولو بطريق غير مباشر، مش مباشر منك، عن طريق غيرك. لكن لا تعطي بطريق مباشر ولا غير مباشر ولا في طاقة يدك وتقول له غدا ولا عشور ولا بقول. ما تقوليش بقى الكمال الممكن، لا، يبقى ضميرك مش مظبوط. ضميرك ايه؟ مش مظبوط. خد مثلا في الصلاة، الكمال في الصلاة يقول صلوا كل حين ولا تمل. تقول لي ضعت، مش هقدر اصلي كل حين. اقول لك لا، ربنا يطلب منك الكمال الممكن. الكمال الممكن انك تصلي بالأدعية السبع صلوات. تقول لي ولا قادر على دي. اقول لك طيب، ابتدي اليوم بالصلاة وانهي اليوم بالصلاة، في ذاك الغروب والنوم، ومننا تصحى بالليل. يقول لي طب كل حين ده نفس ازاي؟ انت ماشي في السكة قول يا رب استر، قول يا رب ارحم، قول يا رب ساعدني، قول يا رب كن معايا. هو ضروري ان ما صليتش ال 12 مزمور بتوع الساعة اللي في الأدوية تبقى ضعف ولا رحت جهنم؟ فيه الممكن اللي تقدر عليه. يثق ان ربنا مش هيحاسبك الا على اللي تقدر عليه. الصوم، الصوم انقطاع، انقطاع عن الطعام يعقبه اكل خالي من دسم الحيوان. الكمال في الصوم كمال في الانقطاع، ليس تقول ما اقدرش، على قد ما تقدر. الكنيسة برضو علشان تعطي الكمال الممكن بتعطي اعفاء للعجائز وللحبالة وللمرضعات وللمرضى وللاطفال. فاكر مرة واحدة الست بعتت لي سؤال، قالت لي ابني عمره سنتين
ايه حدود الصوم بالنسبة له؟ قلت لها ما فيش حدود خالص، وكليه الواد عمره سنتين وعايزه تصومه. صحيح في القديسين كانوا بيصوموا هم اطفال، لكن تقول طب وفي المناوله؟ على الاقل في المناوله ما ياكلش اثناء القداس، لان في اطفال وهم داخلين الكنيسه الرب واقف لهم على الباب يديهم القربانه، يقعد الواد يقرقط في الرهبان في القربانه وبعدين يجي يتقدم للمناوله. لا يعني ما توصلش الحكايه الى التسيب، لكن ما تقعديش تضغطي على الولد وعمره سنتين لغايه لما تكرهيه في الكنيسه وتكرهيه في الصوم وتكرهيه في ربنا. ادوله الكمال الممكن مش الكمال ولا حتى الكمال النسبي. يعني في مرة بيقول القديس الأنبا بيشوي صام انقطع أيام عديدة جدا، يمكن لحوالي 20 يوم، وبعدين هو بصص من قليته شاف أخ مبتدئ ماشي يتمطح، وكان صام يوم واحد يعني انقطع يوم واحد. فأنبا بيشوي قال لربنا، قال له يا رب اجره ايه عندك الشاب ده اللي ماشي يتمطوح؟ قال له زيك انت اللي صمت ال20 يوم. قال له ليه؟ قال له لو كان هذا الشاب اعطي النعمه التي اعطيت ليك كان هيصوم زي ما انت صمت. اذا في الكمال النسبي او الكمال الممكن نشوف ما مقدار النعمه التي اعطيت للانسان عشان تساعده. ان كان اعطي نعمه كبيره يبقى مطالب بيها، وهكذا في كل شيء. الخدمه مثلا، الكمال في الخدمه ان الانسان يصل الى حياه التكريس ويعطي حياته كلها لله، لكن مش كل انسان يقدر على هذا الكمال، كل واحد ظروفه تختلف عن الآخر، ليس الظروف العائلية لا تساعده، ليس الظروف المادية اللي عنده لا تساعده، محتاج يشتغل شغل إضافي إلى آخره، فإن كانش يقدر يدي حياته لله، على الأقل يدي وقت الفراغ لله، إن كانش يستطيع يدي وقت الفراغ لله. على الأقل ساعة في اليوم يديها لربنا زي خدامة درس الأحد أو ساعة في الأسبوع، أو على الأقل من يرسله الله إلى طريقه يقابله في السكة يعرض عليه مشكلة يخدم هذا الإنسان الذي أرسله الله إلى طريقه. نيجي في مقابلة المسيء، الكمال في معاملة المسيء، أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. واحد يقول مش قادر، إن كنت مش قادر امشي على الوصية اللي بتقول إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك بهذا تضع جمر بالنار على رأسه يتكسف منك. تقول مش قادر، يقول لك على الأقل احتمل الخد الثاني، الخد الآخر والميل الثاني. لو ما قدرتش يبقى على الأقل لا تنتقم لنفسك من المسيء، لا تنتقم لنفسك من المسيء، وصلي إن ربنا يبعد شره عنك. آخر كلمة عايز أقولها في هذا الموضوع، إن إذا سرت في الممكن وليس في الكمال فلا تحول هذا الممكن إلى التسيب.
لا تقصر وتغطي تقصيرك بالاعذار وبان ده الممكن، لا، ينبغي بضمير صالح وصادق امام الله انك تميز بين الممكن وبين الاستهتار او التسيب او تدليل النفس. نكتفي بهذا، تفضلوا وسلم. الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي الاجتماع احب ان اعتذر لكم جميعا على ان انا خضيتكم المره اللي فاتت غصب عني، معلش. اللي حصل بالظبط،
ان انا بعد ما خرجت من الاجتماع جه طبيب الخاص يزورني الدكتور يوسف رياض، وكانت درجة الحرارة 39 أو 38 وتمام شرط. وبعدين وصف لي العلاج واداني انتبيوتكس ومخفضات الحرارة. تاني يوم الصبح بقيت 37 و4 شرط، يعني انخفضت درجة الحرارة 14 شرطة أو 16 شرطة. وبعدين حضرت لجنة البر يوم الخميس كالمعتاد، واستمريت مع الأخوة الفقراء والمحتاجين حوالي 3 ساعات، وخرجت شفت درجة الحرارة لقيتها 37 إلا 3 شهور. فالأمور وبقيت في شبه الحالة الطبيعية، ولكن الدكاترة قالوا لي تستريح ولو 3 أيام، وبنعمة ربنا استريحت ال3 أيام أو أكثر، واعتذرت عن الذهاب للإسكندرية لهذا الغرض. أنا ما أحبش أعاند مع الدكاترة، ورحت حضرت اجتماع عظة في كنيسة ماري جرجس في هليوبوليس، وتم الأمر بكل خير. وإن شاء الله بكرة هروح لجنة البر برضو لو أحيانا رب وعشنا، وبعدين يوم الجمعة هروح البطرسية لألقي عظة، ويوم السبت صباحا أكون في الإسكندرية إن شاء الله لأحضر لجنة البر في الإسكندرية وألقي العظة يوم الأحد. ونشكر ربنا بصلواتك وكل حاجة وتمر، فما كانش في حاجة تخرج، لكن ارتفاع الحرارة بدرجة مفاجئة وذهابها بسهولة يدل على انه ما كانش نوع من المرض، في اسباب معينة جايز تكون سببت هذا الامر، لكن نشكر ربنا كل حاجة مشيت معك. حكاية هذه الوعكة الصحية الخفيفة أظهرت محبة الناس اللي أنا ما استحقهاش. وأحب أن أبدأ الاجتماع بإني أشكر الآباء المطرنة والأسافة اللي حضروا معنا، وعدد كبير جدا من كهنة الإسكندرية جم، والشعب الكبير اللي موجود هنا ربنا يعوضكم كلهم. حضر معانا النهاردة مجموعة من أبنائنا في كنيسة المكسيك، ناس مكسيكيين من مكسيكو سيتي، ومعاهم المهندس شحاتة سمير لوقا أحد المؤسسين للكنيسة. وأنا كتبت عن كنيسة المكسيك في الصفحة الافتتاحية لمجلة الكرازة، وقدموا لي أيضا ملف عن الكنيسة وعن التصريح بأن يكون لنا كنيسة قبطية في المكسيك. أنا أشكرهم وأرحب بهم وأحميهم. كويس ان يكون لنا كنيسه في المكسيك، يعني في الاول كان لنا كنائس في امريكا الشماليه، بقى لنا كنائس في امريكا الجنوبيه لاتين امريكا،
وفيما بينهما في المكسيك. دلوقتي تستطيعون ان تقولوا عن الكنيسة انها الكائنة من اقاصي المسكونة الى اقاصي. نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول لي هل الحب ممنوع؟ طبعا محبتكم لينا ومحبتي ليكم مش ممنوع، والحب اللي بينك وبين ابوك وامك واخواتك وقراباتك مش ممنوع بل لازم، والحب بين الزوج والزوجة لازم ايضا، والحب بين الخطيب والخطيبة لازم ايضا، ويكون حياة مستقرة. لكن المهم ما معنى كلمة الحب؟ الديفينيشن بتاع الكلمة. الناس للأسف أحيانا يسمون الشهوة حبا، دي اللي غلط. ممكن يكون الحب بين الخطيب والخطيبة كما قلت لكم سابقا، المحبة التي كانت بين أبينا يعقوب وخطيبته رحيل، واستمرت المحبة في الحياة الزوجية فيما بعد. لكن لو استخدمت كلمة الحب بمعنى المشاعر العاطفية الخاطئة يبقى هنا بقت غلط. كذلك لو شاب أحب بنت لكي يتزوجها ولم يخطئ إليها، المحبة دي مش خطأ ما دام تنتهي بالزواج وما دام ما فيهاش غلط. لكن إذا كانت عواطف شبابية صبيانية يبقى هنا غلط، يبقى ده غلط. سؤال: لماذا لم تتم رسامة أسقف لدير الأنبا بولا إلى الآن؟ لأنهم لم يستقروا بعد على من يرسم، وفي نوع من الانقسام بينهم أرجو أن يزول. وأصبح الموضوع أمامي حاجة من حاجتين: إما إني أنتظر الانقسام يزول وأرسم لهم أسقفا، إما إنني أرسم لهم أسقفا لكي يزيل هذا الانقسام بيد من حديد. فاهمين الكلام ده؟ أرجو كلام. أرجو الكلام ده يسمعوه رهبان دير الأولى، أو واحد يسجل لهم كلامي في هذا الاجتماع ويبعتهم. ناخد سؤال تاني: أرجو من قداستكم أن ترشدني إلى كتاب عن الاستشهاد لفهمني مشاعر الشهداء وروحانيات الاستشهاد والفوائد الروحية منه، لأن قلبي حجري لا يشعر ولا يفهم هذه المشاعر. أفضل كتاب حتى الآن قد صدر هو كتاب نيافة المتنيح الأنبا يوآنس عن الاستشهاد في المسيحية. كتاب كويس جدا وفيه كل ما يريده صاحب السؤال. واحد بيقول: كل الكهنة في افتراق الآن، كل الكنائس في افتراق الآن، فأين دور الكنيسة الأرثوذكسية من وحدة الكنيسة؟ لا تظن أن الانقسام الذي حدث منذ سنة 451
الانقسام الأول وأيضا الانقسام الثاني الذي ظهر ما بين الكاثوليك والأرثوذكس في القرن في العصور الوسطى، والانقسام الثالث اللي حدث في قيام البروتستانتية في القرن الخامس عشر بالثلاث انقسامات الضخمة، ثم بعد ذلك البدع الكثيرة التي ظهرت. لا تظن أن كل هذا ينتهي بسرعة وفي يوم واحد أو في سنة واحدة، وخصوصا أن هذا الانقسام أصبح يدور حول مسائل عقائدية ولاهوتية كثيرة، وبعض منها مسائل تفصيل. لكن احنا بنعمة ربنا بدأنا نحاول أن نخدم على قدر ما نستطيع من أجل وحدة الكنيسة، فلأول مرة قمت بزيارة بطريرك القسطنطينية اللي هو البرايمت الأول بالنسبة للكنائس الأرثوذكسية الغربية سنة 72، يعني 231 سنة. كان أول لقاء منذ 451، منذ 15 قرن من الزمان. ثم في سنة 73 قمت بزيارة بابا روما البابا بولس السادس، وكان أول زيارة بين الكرسي الإسكندري والكرسي الروماني منذ 15 قرن من الزمان. وابتدينا في محاولة التفاهم، فأصدرنا ما يسمى بـ Common Declaration، يعني إعلان عام عن العلاقة بيننا في العقائد وفي اللاهوتيات. ذكرنا الأشياء التي نحن متفقون فيها والأشياء التي لا نتفق فيها، عملنا ليها لجنة مشتركة كانت تناقش بعض أمور، واستطعنا بمعونة ربنا أن نوقع اتفاقا في الكريستولوجي، يعني في المشاكل الخاصة بطبيعة السيد المسيح. وبدأنا مع الكنائس الأرثوذكسية الغربية، وأمكن أن يصدر اتفاق بين اللاهوتيين في سنة 88 إننا واحد في الفهم اللاهوتي، لكن كان لابد من موافقة رؤساء الكنائس. بعضهم موافق والبعض عايز الشعب نفسه اللي قعد 15 قرن عارف ان في خلافات لابد ان توضح له الامور، وماشيين في السكة. بالنسبة لليونان كان اصعب ناس في اليونان رهبان جبل آثوس، وايضا اللاهوتيون في تسالونيكي. لكن بنعمة ربنا بتحدث مقابلات وبنحاول نوصل لنتيجة، وربنا الذي أراد أن توجد وحدة قادر أن يتدخل في النفوس ويوصل لنتيجة. سؤال يقول في إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 7، يقول السيد المسيح: الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. فما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية إنك ما بتقراش الكتب بتاعتي في الأسئلة، تلاقي السؤال ده موجود في الكتب، أنا مش هجاوب عليه.
لان جاوبت عليه مرات عديده جدا، لكن انت اسهل كمان، مش بس ما بتقراش كتبي ما بتحضرش كل الاجتماعات، لان انا جاوبت بيه. السراق واللصوص مش مقصود بيهم الانبياء السابقين، لكن مقصود بيهم اصحاب البدع اللي كانوا قبل منه على طول. واحد يقول في سفر الامثال ايه تقول: جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله انت. والايه الثانيه: تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه. فهل اجاوب الجاهل ام لا؟ الايه دي معناها انك انت تقدر الظروف الموجوده، فاذا كنت لما ترد على هذا الجاهل تقنعه وتقنع الموجودين ده كلام كويس، اذا كنت لما ترد عليه يبان انك انتوا الاثنين بتلخبطوا امام الحاضرين وتبقى كانك بتعدله انت يبقى بلاش منك. فدي معناها ان ربنا بيدي حلول للامور حسب الظروف الموجوده، لو كان الكلام يجيب نتيجة أو الكلام ما يجيبش نتيجة. وده جربت عليه قبل كده برضه. سؤال: واحد بيقول لي كل عام وحضرتكم بخير، التحاق طفل بمدرسة تابعة للأدفنتست هل يتعارض معنى كأرثوذكس؟ يتعارض 100%. اوعى تودي ابنك عند الناس دول، لان من صغره هيغرسوا فيه مبادئ ضد الايمان السليم من الصعب انك تطلعها منه لما يكبر. ما تودهوش هناك، دور على حته كويسه ابنك يتعلم فيها. سؤال: هل كتابة الشعر الغنائي حرام؟ وهل استخدام هذه الموهبة كمصدر رزق حرام؟ وهل سماع الأغاني صح أم خطأ؟ دي تتوقف على نوعية الشعر الغنائي. تتوقف على إيه؟ على نوعية الشعر الغنائي. ففي شعر غنائي فيه نوع من الإباحية يبقى طبعا كله حرام. في شعر من الغنائي يثير العواطف الجسدية يبقى كله حرام. في شعر غنائي مفهوش خطأ، لكن ربما يكون الخطأ في نوعية الموسيقى، لأن في كلام نفس الكلام صح لكن الموسيقى بتاعته مثيرة. يا ريت أنت الموهبة بتاعتك دي تألف بها تراتيب أو تستخدمها في تصليح بعض الحاجات الموجودة في الإبسالمودية الكياكية اللي عملوها بعض المعلمين وكانت فيها لخبطة. برضه لما نقول هل سماع الأغاني صح أو خطأ، هنرجع ونقول إيه نوعية الأغاني اللي الواحد بيسمعها؟ إيه اللي بتتركه في نفسه من تأثيرات وانفعالات؟ على حسب النوعية وعلى حسب التأثير نقدر نقول صح أو لا. أما كلمة كمصدر رزق، مفروض مصدر الرزق يأتي من أشياء، من وسائل لا يبقتك عليها ضميرك. ما في مصدر رزق بيأتي من الحرام، مش كل مصدر رزق لازم يكون مصدر رزقك من أشياء لا يبكتك عليها ضميرك. في كلمات جاية يعني عواطف ومشاعر أشكركم عليها. ناخد حاجة تانية: لو سمحت، ما معنى ما يقال في القداس الغريغوري: لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله؟ يعني مساواة الابن للاب
لم تكن اختطافا لحق لا يستحق او لوضع ليس فيه، انما معناها كان كلامك عن مساواتك للآب كلام من حقك وليس اختطافا، يعني وليس ادعاء. واحد بيقول انا عندي عادة التأخر في المواعيد وعدم الالتزام، عادة التأخر في المواعيد وعدم الالتزام توقعك في مشاكل كثيرة وتجعل الناس لا يثقون بك تماما يعني. فانت ما تديش معاك الا لو كنت واثق من انك انت تقدر تروح بالظبط. وكذلك عدم الالتزام، عدم الالتزام دي لها فروع عديدة جدا. حاول انك انت تسلك في حياة التدقيق، تكون مدقق في كلامك، مدقق في مواعيدك، مدقق في التزاماتك، وربنا يساعدك. انا كتبت مقالة على الموضوع ده، في ربما في كتاب من كتب الروحية، ومقالة على الموضوع ده في جريدة الجمهورية، يا ريت تقرأ دي. واحد يقول يوجد في أسقفية الخدمات بالكاتدرائية قسم اللغة الإنجليزية ونحن نستفيد منه ونحصل على شهادة، لكن رجاء أن تكون الشهادة في المستويات النهائية معتمدة من وزارة التربية والتعليم. اشوف ايه اللي يمكن فيه، يعني محتاج ادرس الموضوع. لكن احنا هدفنا من هذا القسم تعليم اللغة الانجليزية ليس ان يكون عندك شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم. ففي شهادات كتير معتمدة من وزارة التربية والتعليم والواحد ما بيلاقي شغل، لكن احنا قصدنا مساعدتك، اعطائك امكانية انك انت تلاقي شغل. يعني ايه؟ يعني في واحد مثلا متخرج من كلية تجارة وهي شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي حقا، لكن جايز برضه ما يلاقيش شغل. لكن لما يدرس لغة انجليزية تعطيه فرصة انه يشتغل في البنوك، يشتغل في الشركات الأجنبية، يشتغل في المطارات، يعني بتديله إمكانية أزيد. هذا اللي نقصد به إن واحد يتعلم لغة إنجليزية. ونفس الوضع برضه وهكذا في باقي الشهادات الأخرى. ونفس الوضع أيضا لما بنعلم ناس كمبيوتر أو آلة كاتبة أو حاجات من النوع ده، تديله إمكانية زيادة إنه يقدر يشتغل بيها. فكل هدفنا ليس الحصول على الشهادات، إنما الهدف هو إعطاء إمكانية تساعد الإنسان عمليا على إيجاد فرص أكثر للشغل. سؤال: هل الأعمال بالنيات؟ هو طبعا النية أمر لازم من جوه، الغرض من جوه، لكن برضه ينبغي أن يكون العمل ذاته سليما وصحيحا وليس فيه أي خطأ. لكن واحد يلخبط في أعماله ويقول الأعمال بالنيات، لا، النية لوحدها لا تكفي، النية لوحدها لا تكفي، إنما لازم العمل نفسه يكون سليم وكويس. واحد بيقول أرجو أن تصلي من أجل حل مشكلتي. ربنا يكون معاك يا ابني.
بيقول الإنجيل يقول من تزوج بمطلقة فهو يزني، وأنا والدتي كانت مطلقة بسبب أن الزوج غير دينه. في هذه الحالة يكون من حق والدتك أنها تتزوج طبقا لما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 7:15، وما ورد أيضا في آيات أخرى تمنع الارتباط بمن يخالفك في الدين. فلذلك احنا في المجلس الإكليريكي بنصرح بالزواج في حالتين، اذا كان الانفصال عن الزواج او الطلاق بسبب الزنا او بسبب تغيير الدين، الاثنين دول يمروا وتبع تعليم الكتاب المقدس. فما تخافش، زواج والدتك كان زواج صحيح ما دام زوجها السابق كان غير دينه. واحد بيقول ارجو انك تفهمني الآية اللي بتقول وكان في الغد ان الروح الرديء من قبل الله اقتحم شاول وجنى في وسط البيت، صمويل الاول 18. هل الله يأتي من عنده روح رديء وهو غير مجرد بالشرور؟ لا، يعني معناها ان ربنا سمح للشيطان ان يقتحم شاول، زي القصة بتاعت ايوب الصديق لما جه الشيطان يطلب من ربنا التصريح انه يجرب ايوب، فجرب وبعدين تاني يوم قال له ايه يعني ان بيوته اتهدت ولا اولاده ماتت لكن هو ما جربوش حد، فصرح له بان يمسه جسدا لكن ما يمسش نفسه او عقله. فدي معناها ان ربنا سمح للشيطان انه يقتحم شاول، لان شاول نفسه كان قد اسلم نفسه للشيطان من قبل في معاندته لوصايا الله. بتقول صديقتي تمر هي وكل عائلتها بالمشاكل لا حصر لها، حتى انها قالت لي ربنا قاس علينا سمشي. انت تقول لها ان كل تجربة بتنتهي بالخير لو انت قبلتيها بهدوء، حتى تجربة يونان انتهت بالخير وبخير افضل مما كان، فكل تجربة بتنتهي بالخير. كمان مش كل مشكلة بتمر بيها بتكون جاية من ربنا، ساعات مشاكل بتيجي من الشيطان، ساعات مشاكل بتيجي من الناس الارضياء، ساعات مشاكل بتأتي من خيانة صديق زي مخان يهوذا معلمه. يعني مش ضروري كل مشكلة فيها تعتبر انها جاية من ربنا وربنا قاسي عليها. جايز تكون مشاكل بتيجي للانسان من تصرفاته هو، زي تلميذ ما يذاكرش ويسقط ما يقولش دي مشكلة جاية من ربنا. قولي لها كلمة طيبة وقولي لها ما تفتكريش ان ربنا بيكرهك زي ما هي بتقول، ربنا بيحب الكل لكن بيسمح
بالتجارب تيجي مش منه، بيسمح ان التجارب تيجي ولو من اخرين من اجل فائدة الانسان. وبعدين بتقول في نفس السؤال تاني، ما اهم فضيلة روحية اعلمها لابنائي في مدارس الاحد ولشباب هذا الجيل ان سبب خادمة لبعتبره. احنا بنعلم الناس كل الفضائل، مش معناها نعلمهم فضيلة واحدة وننتهي بكده، انما علميهم الفضيلة التي يحتاجون اليها في الوقت اللي بتدرس فيه. اهم حاجة بالنسبة للكبار فضيلة النقاوة، بالنسبة للصغار حاجات كثيرة تلزمهم، منها الصدق مثلا. سؤال، ما المعنى الروحي للآية شركة آلام المسيح؟ آلام المسيح على نوعين، آلام خاصة بالفداء وهذه لا نشترك فيها اطلاقا، لانه كما قيل عنه جاز المعصر وحده ولم يقف معه احد. انما شركة آلام المسيح مثلا آلام المسيح في الخدمة، آلام المسيح في احتمال الناس، آلام المسيح في انه كان يجول يصنع خيرا، آلام المسيح في احتماله للأشرار الذين كانوا يسيئون إليه بكل الأنواع ويقاومون إلى آخره. وبعدين بتقول، هل الفقر والديون وأب قاسي وأخ مريض نفسيا يضرب كل من حوله؟ تؤخذ في شركة آلام المسيح في احتمال ضعفات الناس، فالأب القاسي قسوته نوع من ضعفات الناس، والأب والأخ المتعب نفسيا وبيعتدي برضه الآلام التي تأتي من ضعفات الناس ومن أخطاء الناس، برضو يعتبر كله من أجل ربنا. سؤال، ما الفرق بين البابا والبطريرك؟ كلمة بطريرك باتريارشيس كلمة معناها رئيس الآباء، والبطريرك هو رئيس الآباء، رئيس الآباء الأسقف، رئيس الآباء الكهنة إلى آخره. وكلمة بابا يعني الأب العام، الأب للكل أو أب الآباء. في كنائس يوجد فيها بابا واحد وبطاركة كثيرون، مثل الكنيسة الكاثوليكية مثلا، يوجد فيها بابا واحد وبطاركة كثيرون، والبابا يرأس البطاركة على اعتبار ان البطاركة رؤساء آباء في مناطق معينة، والبابا رئيس الكل. ودي ايضا موجودة عند الاخوة الارمن الارثوذكس، عندهم بطاركة وعندهم كاثوليكوس، كلمة كاثوليكوس بدل كلمة بابا يعني جامع للكل، يعني جامع للسلطة كلها. عندنا احنا في كنيستنا البابا هو البطريرك، لان لا يوجد عندنا بطاركة
لفروع أخرى من فروع الكنيسة، فهو بابا وبطريرك. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الكمال والممكن، الكمال والممكن. كلنا مطالبون بالكمال كما قال السيد المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ولكن مع ذلك الكمال المطلق هو لله وحده. الكمال بالنسبة للناس هو الكمال النسبي، الكمال النسبي نسبة لظروفهم وإمكانياتهم العقلية الروحية السن إلى آخره. الكمال النسبي دي زي ما نقول لكم مثلا ولد صغير في ابتدائي ياخد نمرة الكمال في الحساب، بياخد جمع وطرح، ففي الجمع والطرح بياخد نمرة الكمال، لكن مش معنى كده ان عنده الكمال في الرياضة لغاية دلوقتي ما يفهمش حاجات في الرياضيات ابدا، ده كمبتدئ. لكن كمبتدئ له الكمال النسبي في هذه المرحلة من الدراسة. لكن مع ذلك حتى الكمال النسبي